السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم موديلات ديال الجلابة الشتوية، جلابة ديال البرد مخدومة بالثوب ديال الكشمير ومخدومين بالبرشمان، يعني مخدومين بالليد. إلى عجبكم شي موديل من هاد الموديلات اللي غادي ندبوزو، غادي تسكرين الموديل، غتصوريه وغتصيفط لينا في الواتساب، غترسلي لينا في الواتساب، وغادي نقول لك ان شاء الله الثمن ديالو شحال كيطلع بثوب وخياطه. بالنسبه للارسال راه داخل وخارج المغرب. قبل ما نبداو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، زر لايك، كتشجيع علينا باش تبقاو ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال الموديلات. وما تنساوش كذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب لكي تعم الفائده على الجميع. كما كتشوفوا هذه الجلابه مخدومه بالثوب ديال المليفه كشمير، ومخدومه بالخدمه ديال الليد، يعني مخدومه كلها بالليد. هاد الخدمه كلها اللي هنا دايزه بالليد، زواق ديال الليد، زواق المعلم مخدوم بالليد، والثوب ديال المليفه كشمير. الى عجبكم هذا الموديل هذا غتسكرينيه تصوريه وغتلوحي لينا في الواتساب، وغادي نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بالثوب وخياطه. والارسال راه داخل وخارج المغرب. كما كتشوفوا الخدمه ديالها ديال هاد الجلابه، الخدمه يعني متقونه، خدمه فيها رائعه وراقيه، خدمه ديال الليد، البرشمان ديال الليد، والثوب الثوب كاليتي مزيان ديال الثوب المليفه كشمير. المليفه هذه ما كتحببش، يعني جوده رائعه في هاد المليفه كشمير. بالنسبه للمحل عندنا يعني راه كاين في مدينه سيدي بنور في دكاله. للتواصل معنا غتواصلوا معنا في الواتساب، غتسكريني الموديل وغادي نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بثوب وخياطه. الخدمه يعني راه مخدوم بالليد، البرشمان بالليد، مخدوم باللوينات، ثوب ديال البرد شتوي، مليفه غليظه. ما تنساوش ضغطوا على زر الاعجاب، زر لايك، باش نبقاو دائما نشارك معكم اخر الموديلات ديال الجلابه والقفطان المغربي. يعني موديل راقي ديال الجلابه الشتويه مخدوم بالليد. ندوزو الموديل واحد اخر، كاين عندنا هذه جلابه حتى هي مخدومه بالثوب ديال المليفه كشمير، مخدومه بزواق المعلم بالليد، مخدومه بالبرشمان. كما كتشوفوا الخدمه ديالها جات خدمه راقيه ورائعه. الى عجبكم هذا الموديل غتسكرينيه وتصيفطي لينا في الواتساب، ترسلي لينا في الواتساب، وحنا ان شاء الله غادي نقول لكم. كما كتشوفوا الخدمه ديالها جات راقيه ورائعه ديال هذه الجلابه مخدومه بالبرشمان بالليد، ثوب ديال المليفه كشمير. الى عجبك هذا الموديل هذا غتسكرينيه وتصيفطيه في الواتساب، حنا نقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بثوب وخياطه. كما قلنا الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. الخدمه ديال الليد بالبرشمان، ثوب مليفه كشمير، كاليتي مزيانه ديال الثوب، يعني ما كتحببش، يكون مطلوق وسخون ديال البرد. بالنسبه للمحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكاله. اللي بغيت تواصلي معنا تواصلي معنا في الواتساب، غتسكريني الموديل وغتصيفط لنا في الواتساب، وغنقول لك الثمن ديالو ان شاء الله بشحال كيطلع بثوب وخياطه. الخدمه ديالها راه مخدوم بالليد، زواق المعلم بالليد،
التوب ديال مليفه كاشمير، كاليتي مزيانه ديال التوب. غادي ندوزو الموديل واحد اخر. كاين عندنا هاد الموديل حتى هو جلابه بالتوب ديال مليفه كاشمير، مخدوم حتى هو بالبرشمان بالليد، خدمه ديال الليد، توب راه كاليتي مزيان، والخدمه راه الخدمه ديال الليد، يعني ما كديموضاش كتبقى تلبس دائما، يعني زواق المعلم بالبرشمان. خدمه فاجات راقيه ورائعه ديال الجلابه توب ديال المليفه كاشمير ديال البرد، التوب ديالها سخون ومطلوق وطايح، والخدمه راه بالليد، نزوق المعلم بالليد. اذا عجبك هذا الموديل هذا غتسكرينيه وتصيفطين في واتساب، حنا غادي نقولك الثمن ديالو بشحال كيطلع بالتوب وخياطه. الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. بالنسبه للمحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكاله، غتواصلي معنا غادي تسكريني هذا الموديل وترسلي لينا في الواتساب، وغادي نقول الثمن ديالو بشحال كيطلع بالثوب وخياطه. كما تشوف الخدمه ديالها راقيه ورائعه، غادي ندوزو موديل واحد اخر. كاين عندنا هذا الموديل حتى هو، هذا الثوب ديال المليفه، هو كاليتي مزيان ديال هاد التوب هذا، مخدوم حتى هو بالبرشمان، خدمة خفيفة ديال البرشمان بالليد، كما كتشوفو مخدوم بالليد، غير بحال هاد الخدمة هادي مكديموضاش كتبقى تلبس دائما. إلا عجبك هاد الموديل حتى هو غتسكرينيه وتصيفطن في واتساب، وغادي نقولك الثمن ديالو بشحال كيطلع بالتوب وخياطة. دائما الارسال راه داخل وخارج المغرب، فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. كما كتشوفوا الخدمه ديالها مخدوم بالبرشمان بالليد، التوب ديال المليفه الاكسترا، فيها الزواقه هذه يكونوا فيها التشريطات. الى عجبك هذا الموديل غتسكرينيه وتصيفطني في الواتساب، غنقول لك الثمن ديالو بشحال كيطلع بالتوب وخياطه. دائما الارسال راه داخل وخارج المغرب، تواصل معنا غتواصل معنا في الواتساب. ما تنساوش ضغطوا على زر الاعجاب، كتشجيع لنا باش نبقاو ان شاء الله دائما نشاركوا معكم اخر الموديلات اللي كنخدموا في المحل، كنخدموا مكليان كنشاركوا معكم. هاكا مثلا كتعرفوا على الجديد ديال الجلابه او على ديال القفطان، يعني اللي خارج حاليا، نرى دائما كنخدموا الجديد، الموديلات اللي كيكونوا حاليا راه كنديروهم. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.